لو الحكاية فيها إن فيتو ان شاء الله دي شيطان داخل ما بيننا وان شاء الله نبدا صفحه جديده والكل يبدا ان شاء الله. طب يقال ان طموح رجع عشان يصفي حسابات مع بعض الناس في المجلس. انا امامك وامام الصيادله وامام الناس كلها لن يكون هناك اي معقول ان ببدا صفحه جديده. لا أنكر أن هناك أخطاء كانت من النقيب وهناك أخطاء من المجلس. أنا لولا داخل البيت الواحد والغرف المغلقة يعني نحل كل المشاكل دي الأول والآخر. هدفنا حاجة واحدة يا جماعة، إحنا مش جايين لا إحنا يعني من أسرة واحدة، إحنا هدفنا كل واحد من دخلته جمعية عمومية، هدفنا في الأول والآخر مصالحهم بس.